بسرعة احنا نتأقلم حتى لو عن بعد، حتى لو عن بعد ما تفرق وعدي، دام اخدم بلادي ارض ابائي واهلي واجدادي حتى لو عن بعد. حياكم الله يا شباب ومرحبا بكم في هذه اللقاءات التي بدأت اليوم بإذن الله في الأساسيات، أساسيات الرياضيات. لابد أن تعلم عزيز الطالب المقبل على صف الثاني عشر، لابد أن تركز جيدا إنه الأساسيات هي كل الرياضيات في الثاني عشر. معقول أستاذ يعني الرياضيات في الثاني عشر بس أساسيات؟ بس أساسيات اللي تورط الطلاب أساسيات، اللي يتعلموها الطلاب أساسيات، وحدة بالكامل، وحدة بالكامل نحن ندرسها للطلاب فقط لا غير، لربما في 15 دقائق نوضح هذه الوحدة، ثم شهر كامل في الأساسيات من تحليل من أخذ عام مشترك وهلم جرة. طيب أستاذ وين الصعوبة إذن؟ وين الصعوبة؟ ترى مجرد أساسي، يعني الأساسيات اللي ماخذينها في صف السابع والثامن يعني أنا اجتزت هذه المرحلة في هذه الصفوف، معقولة ما أستطيع أن أجتازها بسهولة؟ أخوي اللي موجود في صف السابع ويجيب درجة فيها، أنا جبت فيها درجة في صف السابع في صف الثامن، معقولة أني راح أواجه صعوبة إذن في الثاني عشر؟ إن شاء الله ما راح تواجه صعوبة، لكن المشكلة في تراكم الأساسيات، في تراكم الأساسيات. فالمبنى والعمارات هذه تنبني بس من طوب فقط لا غير، من طابوقة بس، واضح؟ فكثرة الأساسيات تعمل أحيانا بعض الطلاب مشكلة، ولا تجعل الأساسيات هذه تقف عقبة أمام طموحك، وإن شاء الله لن تقف وراح تعجز هذه الأساسيات أن تقف أمامك إن شاء الله. طبعا الرياضيات في الصف الثاني عشر مثل ما أخبرناكم سابقا هي تجميع لهذه الأساسيات. اليوم إن شاء الله راح نكون خفيفين جدا، سهلين بسيطين، ما راح نتعمق كثير، راح ناخذ قشور الأساسيات اللي نحتاج لها، قشور الأساسيات. أهم ما في الحديث هي سلاحك في الثاني عشر، أهم ما في حديثنا اليوم هو سلاحك في الثاني عشر، ألا وهو الآنسة حسابة. للأسف إلى اليوم قبل الاختبار، قبل لا يطلعوا، مع أن نحن منبهينهم الطلاب، لكن هم لربما من يعني من اسمه طلاب آخرين، فإلى اليوم أيوة حليمة أتكلم لحظة شوية، يمكن شوي ثواني بس، طيب تمام. إلى اليوم هم ما زالوا يسألوا أستاذ هذه تنفع ذي الحسابة، أستاذ تنفع ذي الحسابة، تأكد، أكيد أكيد يا عذاري، يفتشوا على آلات الحاسبة، آلات الحاسبة أهم شيء عندهم قبل دخول الطالب، يفتشوا على آلات الحاسبة، فادخل في الاختبار وأنت مطمئن، مشتري لك الحساب من الصيف وعارف، متعود عليها. طبعا أنواع الآلات الحاسبة اللي نحن نحتاج لها، أنواع الآلات الحاسبة، طبعا هذا جل حديثنا في البداية عن الحسابة ومهمة جدا بالنسبة لي، وايد مهمة. الأنواع الحلوة هني عندي طبعا قسمها إلى 3 أقسام. في حسابات من النوع العسل الحلو، عسل، حلوات جميلات جدا، هن اللي تشتريهم. FX380ES، في حسابات أنواع 85ES، 95ES، 350ES، CS210، FX280ERX، معنا شوية تسوي نقط، هذه نوع من الآلات الحاسبة ما تكون واضحة واجب، لكن للبحث عادي تمشي أمورها. فهذا النوع من الآلات الحاسبة تعتبر حقيقة آلات حاسبة جدا ممتازة، أنصح فيها. في آلات حاسبة نفسها بس ويش الرمز MS، مو S، ES، MS. الـ ES أمورها ضابطة، الـ MS أمورها ما تمشي، هذه تعتبر ويش فيمتو منتهي، توجع لك بطنك، يعني بتمشي أمورك بتشرب الفيمتو هذا بس بيعورك بطنك. نفس الحالة هذه آلات حاسبة سبب لك المغص، لا تستخدمها. زين أستاذ ليش هذه الحسابات دون الحسابات الثانية؟ ليش هذه الحساب بالذات؟ الحسابة هذه بالذات اللي هي الـ ES على أساس ويش؟ لحظات شوية، حد يعرف هنا شباب ليش الـ ES دون الـ MS؟ أيوة أحسنت يا يوسف، أيوة أحسنت يا منة، فعلا هي بس فكرة تطلع الكسور. والله كثير من الطلاب المشكلة ما يعرفوا سالفة الأقواس، هذا فيها كسر، الـ MS ما في هذا الكسر، ما في هذا الكسر،
ايضا لما تسوي العمليه مثلا جذر ثلاثه يطلع لك بوش بالفواصل، لكن يطلع لك جذر ثلاثه في العمليات، يعني ما يطلع لك واحد فاصل كذا كذا، ما يطلع لك كذي، واذا تريده تسوي كذي بهذا الشكل. فامورها ممتازه جدا في العمليات الحسابيه، وانت اضمن سلاحك الممتاز الجيد. الام اس ما في هذا الكسب، ومعظم العمليات الحسابيه عندنا في الثاني عشر هي فقط لا غير ويش كسور، معظمها كسور كسر بسط مقام، دوال جذريه كذا كذا، وفيها كثير دوال فيها كسريه، فنحن نشتغل كثير بالكسور، فلا تتعب نفسك بالاله الحاسبه اللي هي الام اس. في اله حاسبه لو تشتريها انت وياها من الدريشه تنوروا، لو تجي في الاختبار مره من الدريشه انت وياها، اللي هي ويش الات حاسبه غير مسموح فيها هذا النوع، اللي هي من الام اس من الاف اكس عفوا فوق ال 100، لكن وحده فوق ال 100 تمشي امورها، بس اللي هي 350. ليش ما مسموح فيها؟ لانه فيها رموز محظوره، ما رموز الماسونيه وهذا، لا لا ما كذا، رموز محظوره مثل رمز التكامل. شهد اخوش شال حسابتك 991، ما عليه بيوروه من الدريشه، هو 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 الحسابه ماله زين. ففيها رمز التكامل ما مسموحه، وفيها رمز التفاضل ما مسموح. اذا هذه الالات الحاسبه ركز معي، اشتريها في اقرب وقت لانها تخلص. ايوه شو افضلهم زين استاذ؟ الحين انت اخترت نقلت لنا والله هذه الحسابات، معناته هذه الحسابات انت ما تروح تشتريها ابدا، ذي الحسابات النوعيه اللي هي اللي ما انصح فيها ما تشتريها، اشتري هذه لا ابدا ابدا ما تشتري هذه، وهذه ما تشتري طبعا اوريدي يعني ما تقدر تدخل فيها، انت تشتري ذي. زين استاذ وين احسن وحده من هذيلا؟ وين احسن وحده؟ ماشي احسن وحده، او ما فيش حد احسن من حد، كلهن نفس الشيء، الا انه الاف اكس 95 تحل المعادله من الدرجه الثانيه، تحل المعادله من الدرجه الثانيه، بس انت بطل ما تحتاج هذه النوع من الالات الحاسبه اللي تحل لك من الدرجه الثانيه. خلينا نشوف بدايه هذا النوع من الالات الحاسبه، خلينا نشوف الجميل الرائع الطالب محمد. شباب شاركونا في الشات، شاركونا في المحادثات، شاركونا حتى تتعلم هنا معنا. محمد ممكن شوي ترفع او عندك مشكله في الصوت؟ شيماء تفضل يا شيماء. ايوه استاذ السلام عليكم. وعليكم السلام. شيماء اذا خيرتي وين تختاري؟ راح اختار جيم. جيم حلو ممتاز، جيم صح ممتاز احسنتي. اذا هذه الاله الحاسبه المناسبه، طبعا هذه خطا فيها رمز التكامل، هذه خطا لانها ام اس ما تنفع، هذه ما تنفعنا ابدا. شكرا لك. خلينا نشوف اذا الطالب، اثبت الطالب الحين شاركنا. شباب شاركوا قدر الامكان، اللي ما عنده مشكله في الصوت شاركنا. يلا عبد الله خلينا نشوف عبد الله. بس باء، عبد الله اختار باء. وش رايكم شباب؟ ان شاء الله مريم بتكلم عن هذه النقطه. باء تمام حلو باء. لا ايوه احسنت علي، ألف وباء. يا سلام والله مركزين، ألف وباء حلوات، ألف وباء هنتين هاي 350 علي. ها ألف وباء تمام، إذا عندكم ذي الحسابات على كيفك، تبقى ألف تبقى باء كله حلوات، كلها حلوات، بس هذه خطأ لأنها 100 خطأ. طيب يعني هي من هذا الباب، وانت عاد اقتني الحاسبه التي يعني تشوفها مناسبه، وكل الحاسبات مناسبات. الان اريد ان ابحث عن النقطه، ليش الحساب بالذات؟ ليش الحسابه؟ فيها في الحسابه، ليش يعني مركز وايد في الحسابه؟ في الحسابه سلاح جدا جدا مهم، كثير من الطلاب للاسف يدخلوا الان في الاختبار هم ما عارفينه هذا السلاح، اللي هو سلاح الستور، سلاح حفظ الرقم داخل الاله الحاسبه. يعني مثلا على سبيل المثال لو انا بغيت مثلا ايجاد سين تربيع، او خلينا نقول سين ناقص الواحد على سين يساوي الثلاثه، احل هذه المساله، حليت هذه المساله، ما اتكلم عن الحل. لا انا ما اتكلم عن الحل، انا ما اريد، ما الهدف الحل، الهدف التحقق من صحه الحل، بس الهدف التحقق من صحة الحل. فبضرب الطرفين في الوسطين، بنقل وكذا، بيطلع هني الثلاثة. أنا ما جالس أوضح اللي هي الأساسيات، ما الهدف الأساسيات، أنا جالس الآن أحل على أساس ويش؟ على أساس أريد أعرف الناتج.
ثم بعد ذلك بنقل السين هنا، بقول سالب واحد يساوي اثنين سين، بقسم تقسيم اثنين يطلع سالب نص، حليتها. أنا عشان أتحقق أبتحقق أبطمئن صح؟ شو بسوي؟ بسوي الحسابة. بطلع لي الآن كالكوليتر، أنا عندي كسر، ليش؟ لأنه عندي إي إس، نظام حسابتي راقي. بسوي شو؟ بسوي نص ناقص الواحد على نص. الأصل ويش؟ نعم سالب نص، نعم سالب نص. الأصل ويش يطلع الناتج؟ الأصل يطلع الناتج، أيوة الأصل أنه يطلع للناتج ثلاثة. إذا طلع لي خطأ معناته حلي خطأ، هذا كذا معتادين، هي عملية التحقق من صحة الحل. إذا حلي سليم. هل هنالك مشكلة في التحقق؟ ما في مشكلة أبدا، لكن في الحقيقة في مشكلة لو كان عندك وايد سينات. تخيل تخيل أنت عندك سين تربيع زائد اثنين سين ناقص ناقص السين ناقص السين تكعيب على السين ناقص الواحد. وعلى فكرة نوعية المسائل الموجودة في الثانية عشر هي كذا، فيها سينات واجد. أنت مو بتجلس تعوض في كل مرة بنص، قال لك هنا تستخدم نظام ويش؟ نظام الستور. نظام الستور، ركز في هذا النظام، نظام جدا جدا راقي. أنت الآن بعد شوية راح تحل المسألة في الصف الثاني عشر، كثير من الطلاب ما حالينها، أنت راح تحلها بعدك ما درست الثاني عشر، بس راح تحلها لأن الأمر ما محتاج أنك أصلا تدرس الثاني عشر حتى تفهم مثل هذه الأمور. طيب شوف هنا نظام الستور، إن شاء الله يا روز. نظام الستور وش هو؟ ركزي في نظام الستور، ركزي بس. شوفوا، أريد أحفظ مثل ما أحفظ في التلفون رقم، أريد أحفظ في الحسابة رقم. هل ممكن؟ أيوة. بحفظ ويش؟ بحفظ الإجابة اللي هي سالب نص، سالب نص. كيف أحفظها في الستور؟ أقول هنا شيفت، شوف هذا الستور، هذا الستور شيفت ستور A. مو سويت الحين، أنا الحين لو أروح على الحافظة A راح أجد إنه الـ A تساوي كم؟ شوف الـ A ألفا A، هذا الـ A تساوي سالب نص. إذا الـ A الحين تساوي كم؟ سالب نص. أسوي الكسر، أقول ألفا A ناقص الواحد على ألفا. ليش الألفا بالذات؟ لأن الـ A حمراء، فبالتالي أطلعها من خلال الـ A. إن شاء الله بعيد بعيد، خمس مرات ست مرات بعيد، يساوي كم؟ يساوي ثلاثة. أعيد مرة ثانية، أعيد هذه المنظومة مرة ثانية. أنشد حيلي في حل هذه المسألة، زين؟ مهم، ركزوا ركزوا. الحين طبعاً عملية التحقق سهلة بالحسابة سهلة، لكن باستخدام الآلة الحاسبة راح نحتاج لها كثير في الثاني عشر. راح أعيد مرة مرتين ثلاث أربع. أنا ما أتكلم عن الحل، لا، خلوكم من الحل. الحل ما مهم بالنسبة لي حالياً، بنتدرب على هذه الأساسيات، الحل ما مهم. أنا المهم بالنسبة لي حليت المسألة، يعني بأي طريقة أشاء، طلع الجواب كم؟ طلع الجواب عندي سالب نص، مهما كانت تلك الطريقة، أنا ما مهم الطريقة عندي حالياً، ما مهمة. فبالتالي حليت المسألة هذه، شاد حيلي، طلعت المسألة سالب نص. يا زين، الله يهديهم يا رب. زين، طلعت الإجابة سالب نص. الحين أنا نفسي أتحقق هل حلي صح ولا لا، أستخدم نظام الستور. ركز معي ركز معي، طريقة جدا راقية راقية. كيف؟ بحفظ الرقم السالب نص في الحسابة. ركز معي، أكبر الآلة، ما تكبر، ما واضحة؟ واضحة الآلة. أضغط ويش؟ الخطوات شوفها، أضغط Shift Store A، حفظته. مرة ثانية طريقة الحفظ، أضغط واحد على اثنين. لا لا، الزهرة هذه خليها تو، الحين نحن نريد نستهدف قصة وقضية مهمة، ألا وهي الستور. بس أنا ما يهمني ما هي طريقة الحل، زين، بغض النظر وتبر يعني كانت طريقة الحل. شفت استو ايه، حفظنا الطريقة. شوف، تستطيعوا تكبير الشاشة بأنفسكم انتوا، حفظنا الطريقة، طريقة الحفظ.
حفظناها الجميع، ها؟ شفت استوي، خلاص حلو حلو خلاص. الحين وش معناته هذا؟ معناته هذا انك انت الاي دي تساوي سالب نص، سالب نص من عندك انت، سالب نص انت اضفتها. فبالتالي انت وش تريد؟ والله تريد تضيف المعادله، تسوي على كيفك على كيفك. انت الاي عندك سالب نص، انت لما تدخل الاي ما تدخل اي تو، انت تدخل سالب نص ناقص الواحد على الفا اي ثلاثه. ركزتوا معي؟ بطل يا سالم، يا سالم بطل يا سالم، احسنت فعلا. يقول سالم استاذ في حاله نحفظ رقم ثاني بنسوي نفس الخطوات، بيروح في الاي الرقم القديم بيروح. ايوه الرقم القديم بيروح، نختار البي نختار الكي نختار الاكس، عندك حروف كثيره يا علي على كيفك. زين انا بحل مساله اخرى، طب ما نبغاها صعبه، نحن ما نستهدف المساله مثلا، نبغاها سهله سهله سهله. طبعا ما الهدف المساله؟ ليس هنالك هدف في حل المساله، بس نظام الستور، بس نظام الستور فقط لا غير. خلينا نقول على سين، على سين تمام، على سين. لما اجي احل هذه المساله ايوه لا قيمتين قيمتين، لو جينا حلينا بنتكلم كيف طريقه الحل لاحقا، انا ما استهدف الحل، انا بس اريد اتحقق من صحه الحل اثنين، عندي الجواب اثنين وسالب اثنين. ايوه احسنت يا فيصل، الحين بنتكلم عن شوف رقمين صح؟ كيف ظهر رقمين؟ انا لا استهدف هذا الكلام، المهم انا بس اريد يعني اتحقق من استخدام الاله الحاسبه. طريقه، الطريقه، خلينا نشوف الطريقه مع الطالب المتألق، وخلينا نشوف الطالب المتألقه نور. ايوه نور. ايوه استاذ. نور الخطوه الاولى نسوي شيفت، لا قبل ندخل الرقم اللي هو الرقم عندي اثنين مثلا، ايوه شيفت اي او ستور اي، ستور اي. اذا الاثنين نحافظ في الاي، طيب نحفظ السالب اثنين نفس الحركه شيفت ستور اي، ها ايوه. تو الاي كم قيمته؟ سالب اثنين. والاثنين لا، الاصل ان نختار يا نوف حرف غيره، ترى بس ما الا ايه وايدات حروف عنا، فهمتي؟ ايوه يعني مثلا بنختار الاثنين حال ايه مثلا، حلو، بنختار السالب اثنين حال من البي مثلا، البي خلاص عندي صار ايه وبي. زين اسوي كسر صح؟ ايوه. نعمل تيست للاي، اذا نوف نضغط الفا ايه، الفا اي تربيع ناقص الأربعة، أيوة نوب صح، على الفا اي يساوي يعطينا الناتج صفر، يعطي الناتج ويش؟ يعطي الناتج صفر فعلا صفر، إذا إجابتي صح. نفس الحالة أروح أغير الاي وأخلي كم مكانها؟ سالب اثنين اللي هي البي صح؟ البي أضغط، أضغط ويش؟ ايش الفا بي، تمام يا نوف؟ نوف لا انت اسمش نوف. أيوة. اكلمش، ايوه اكلمش، ما ظاهر الشاشه معي ليش؟ ما اعرف سودا. ايوه زين، الاصل انك تطلعي وتدخلي مره ثانيه. طيب ايوه طلعي وتدخلي مره ثانيه تظهر ترتب الامور. ايضا الاي والبي صحيحات. طيب استاذ مو الفائده من هذيلا، انت كان الاصل بس تعوض بالاثنين والثلاثه وبس، سهلات ترى، مو بعد اثنين تربيع ناقص الاربعه على اثنين سهله، عشان هذا النوع من المسائل. انت تشوف المسألة هذه مسألة اختبارات نهائية، هذه مسألة ايوة احسنتم، مسألة اختبارات نهائية. انتوا تعرفوا ايش طريقة الحل في هذه؟ تعرفوا الفكرة فيها الحل؟ تعوضوا بالثلاثة؟ لا ما تعوضوا بالثلاثة، تعوضوا طبعا ايوه بخبركم وش الفكره طبعا في الثاني عشر، راح تعوضوا ما بالثلاثه، بنخبركم السر لاحقا، انتم تعوضوا بثلاثه فاصل صفر 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 واحد. كم صفر اسوي؟ على كيفك بتعرف السر. انت السين تساوي الى ثلاثه، اذا تعوض بثلاثه فاصل صفر 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 واحد، يعني عدد قريب جدا من الثلاثه. واضح؟ اذا راح نسوي هنا شيفت، عشان كذا صعبه، عشان كذا ايوه احسنت، لانها نهى
والنهايه معناتها الاختراب، ما معناتها القيمه بنتكلم فيها بعدين، هذا ما لنا علاقه فيها تو. راح نقول 3.000 كم صفر اسوي على كيفك، بس ما تكثر وايد وايد، وبنخبرك مو السر بعدين. احسنت يا نور. شفت ستو اي، يا سلام. الحين شوف لاحظ بنسوي الكسر واحد على، لا روز لازم اصفار، لازم صفر صفر على الاقل صفرين او ثلاثه، وكل ما كثرتي اصفار كل ما كان احسن، بس لا تكثري وايد وايد وايد. واسرار هذا الكلام بنتكلم عنه لاحقا ان شاء الله. يجيني شرطات A إن شاء الله يا ريت، ألفا A تربيع ناقص التسعة يطلع كام؟ الجواب 0.166666. إذا لا لا ريم صفر، ها 0.16666 0.166666 هو ذا الجواب. إذا الجواب 0.166666، يعني لما تحل هذا السؤال يطلع لك الجواب 0.1666. اذا انت تعرف الجواب لهذا السؤال قبل لا تحله، قبل لا تحله. اعيد في سؤال اخر، في سؤال في اسئله اختبارات كثيره من نفس الشاكله، خلنا بجيب سؤال اخر نفس الفكره. راح اقول لك هني نهايه السين، ان شاء الله بتكلم عن البلس سيت، نسيت يا داود. سين تؤول الى مثلا 3، وخلينا 1 للسين تربيع ناقص 2 سين زائد الواحد على السين ناقص الواحد. انا بتكلم عن البلس. الام اس، الام اس، الام اس شوي، وين المشكله يا حمد في الام اس؟ انه ما فيها كسور، عشان كذا انا اقول لكم الام اس هذه ما احبها ابدا، تجيب لي مغص ما اريدها، فتجيب لي اي اس. اللي عندهم البلس، البلس تمشي اموره عادي، البلس تمشي اموره. ايوه انزين، نحن يا شيماء اللي نسويه جالسين ويش؟ جالسين نعرف الحل الناتج النهائي قبل لا نحل. الآن جالس أدربكم. أيوة أحسنتم. راح نستخدم 0.999 أو مثلا 1.000001. شفت هذا خزنته بعدين كسر الام اس يصير، هو يصير يا شباب، ركز ركز معي، الام اس هو يصير بانه ما يصير، تقدر تطلع عادي، بس تجيب لك مغص شويه، محتاج انت اقواس وشغله، محتاج اقواس، فعشان كذا انا ما احبها اطلاقا الام اس. زين؟ فنقول الفا اي تربيع ناقص 2 الفا، شوف لاحظ نفس المعادله، اسهل لك من المغص اللي تجيب لك اياه الام اس ناقص الواحد. ايوه يطلع الجواب كم؟ يطلع الجواب صفر، اللي هو هذا الناتج. نحن بنقرا لاحقا طريقه القراءه، بعدين بتفهمها طريقه القراءه، بس فهمت الفكره؟ شباب فهمت الفكره؟ هذه هي ويش؟ هذه هي استخدام الاله الحاسبه. على فكره الاله الحاسبه اهم سلاح عندك في الثاني عشر، اهم سلاح عندك في الثاني عشر هي استخدام الاله الحاسبه، استخدام الآلة الحاسبة. وأتمنى تغيروا الآلات الحاسبة، اللي مثلا ما فهم أو شيء هي مشكلة الآلة الحاسبة، بس لابد أن نغيرها، لابد أن نغيرها. بناخذ لنا مثال على عجالة تؤول إلى 3، مثلا سين تربيع ناقص 9 على سين ناقص 3. خلينا نشوف الطالب، نشوف نتحقق إذا كنا فهمنا. أتمنى الطلاب يشاركونا أيضا. فيصل، فيصل؟ ايوه استاذ. ايوه فيصل، الخطوه الاولى فيصل استاذ طلع الناتج اول شيء اللي هي 3.0001. ايوه يكفي هذا، بعدين نتكلم احنا ليش سوينا كذا، وهذا الاشياء كلها بنتكلم عنها، نحن بس جالسين نتمرن على الاله الحاسبه بس، وانت طبعا الى الان ما عارف وش مفهوم هذه الاشياء كلها، وانا مدرك هذا الامر. اذا نضغط الفا صح؟ ايوه استاذ. الفا اي شو؟
تربع ألف إيه؟ تربع ناقص ناقص 9 على على ألف إيه ناقص 3 ناقص 3 ويطلع لك الجواب كم؟ 6.001. بتعرف وش معنى هذا الكلام؟ ماشي مشكلة يا سعيد. على كل حال سالفة الام اس هذا بدلو ها؟ على كل حال لاحقا بتعرف كيف تقرا هذا الرقم اللي هو 6، وانا ما مهم بالنسبة لي هذا الكلام حاليا، اهم شيء تدربنا على استخدام الآلة الحاسبة. شكرا لك. إذا هذه المهارة الأولى اللي لازم نحن نتعرف عليها، اللي هي أهم سلاح حقيقة أنا أعتبره وراح نركز عليه كثير، بنكون مجبرين نحن نركز عليه. ليش؟ لأنه هو يحل جميع مسائل النهايات. أنت قبل لا تبدأ بالحل، قبل لا تبدأ أنت عارف الناتج. يعني أنا قبل لا أحل هذه المسألة، شوف هذه المسألة قبل لا أحلها أنا عارف الناتج كم اللي هو 6، وبالتالي تطمئن اكثر. النظير الجمعي والنظير الضربي، طبعا عمليه النظير الجمعي والنظير الضربي هذه لا يشكل على طالب دخل بحته. الاصل هكذا. تنتهي ان شاء الله بعد 20 دقيقه، كذا 20 دقيقه اليوم خفيفين ما نبغى نطول معكم كثير. زين؟ النظير الضربي والنظير الجمعي من الاسئله اللي الاصل ان كل الطلاب يعرفونها وبسيطه جدا بالنسبه لهم ان شاء الله. انا باخذ هذا المثال، بعد ذلك راح افتح لكم برنامج، تدخلوا هذا البرنامج وتحلوا معي السؤال التالي. السؤال يقول: جد قيمه سين التي تحقق. طبعا واضح تماما، اول خطوه اقوم بنقل الواحد الى الجهه الاخرى. راح انقل الواحد، راح اقول هنا 2 سين تساوي 7 زائد الواحد. وش رايكم؟ شو رايكم بالكلام الجميل هذا؟ نقلت، انا ما سويت شيء. طرح فعلا استاذ العزيز، لازم تركز انه لما تجي تنقل الواحد للجهه الاخرى لازم تغير الاشاره. صدقني يا عزيز الطالب، كل الطلاب يعرفوا، كل الطلاب يعرفوا، لكن في طلاب يغلطوا، طلاب متميزين. ليش؟ نظير الاستعجال، نظير الاستعجال. خليك هادي دائما في حل مثل هذه المسائل ولا تغلط. 2 سين يساوي 6، بعد ذلك 6 صح، ثم بعد ذلك ايوه راح نقسم الطرفين تقسيم 2 اللي هو معامل السين وربيع السين، نخوز بالتقسيم. إذا راح يكون الإجابة 3، وذلك من خلال قسمة الطرفين تقسيم 2، لأن ربيع السين خوز بالتقسيم. الآن راح نفتح برنامج ونحل معكم سؤال خفيف جدا. هذا السؤال أنتم راح تحلوه في البرنامج. جميل يا علي، إن شاء الله تشريف. يلا نحاول مع بعض، الجميع يشارك، الجميع. في طريقة لإدراج صورة إذا شئت، في طريقة لإدراج صورة. أريد أشوف طريقة الحل، الخطوات. خلاص حليتها يا راشد؟ جميع سجلها، لا أساس بس أنا أنتقل إلى أشوف طريقة حلولكم. هنا وضح الرابط، إن شاء الله أعيد إرساله مرة أخرى، أعيد إرسال الرابط مرة أخرى للجميع. أيوة، أبرار مسحتك عندك، أبرار عندك مشكلة كانت. شوف يا شباب، تستطيع إرفاق صورة، ترى على فكرة تستطيع إرفاق صورة. ديما أحسنتي، أبدعتي، مبدعة دائما متألقة. متألقة يا ديما. نريد السؤال، هذا السؤال. يلا نقلنا السؤال. طيب بلقيس، ممتازة ممتازة يا بلقيس، مبدعة، أبدعت يا بلقيس. بشير أيضا أصبت يا بشير، أحسنت. لا أحسنت واحدة، أحسنت ألفا، وبعد الألف إحسانا. ممتازين. هنا خلينا نشوف الحل الجميل هذا. هنا مشكلة، 14 تقسيم سالب 7، لا إيه سالب 14 تقسيم 7 هي سالب 2،
سالب اثنين. سالب اثنين. احسنتي احسنتي او احسنت. يا سلام يا سلام، ابداع، متميزين، ممتازين، حقيقه ممتازين، حلوين، جميلين، جميلين جدا. خلاص مبدعين. اذا خلينا نشوف، خلينا نشوف ال في طريق هناك، في ادراج ملف فوق، بنرسل لكم ان شاء الله فيديو يوضح كيف انك انت تريد تدرج صوره لاحقا باذن الله. نشوف كيف. يلا الله يحفظكم يا رب. فكره الحل مثل ما سواها الجميع، انت عندك طريقتين. الطريقه الاولى انك انت تنقل السالب 7 سين. ليش يا اخي بنقل سالب 7 سين؟ في غم على السين السالب ده. انا بنقل الثلاثه يا اخي، حمو تنقل السالب 7 سين، خليها مسكينه. قال لك هنا السبعة سين اشارتها سالبه، تخلص من السالب، فخلي الحاره اليسرى هي حاره السينات، بينما الطرف الايمن هي طرف الارقام، وعليه سوف يكون عندك، عندك هني ثلاثة، السبعتاعش راح تكون سالب 17. ليش؟ لأن جيت بالطرف السالب. هنا سبعة سين، ليش سبعة سين؟ لأنها راح الطرف الآخر. لاحظ هنا السبعة سين هذه، هذه سبعة سين قيمتها سالبة، بتروح هنا موجب. شوف السبعتاعش قيمتها موجب، بتروح هنا سالب، بس ما مطالب بأبعد من ذلك. ثم بعد ذلك راح تكون هنا سالب 14، كل الطرق تؤدي إلى روما، سين تساوي سالب 2، وهو الحل الصحيح، وأكيد عند الآلة الحاسبة إذا أردت التحقق. حلكم أو حلولكم جميلة. خوارزمية أو أساسية أخرى، ألا وهي ماذا؟ توزيع القسم على الجمع والطرح. وبنشوف مبدع متألق هنا بيتكلم عن هذه الخوارزمية، وأكيد هذه هي مبدعة اللي هي مريم الفارسية. كل الطرق تؤدي إلى صلالة. أي فاطمة عهود. طيب نعم شو عهود؟ عهود ويش توزيع أو خوارزمية توزيع القسم على الجمع والطرح؟ ويش الفكرة فيها؟ أنه إذا كان لدينا باء زائد جيم على ألف، فمعناها أن باء على ألف زائد جيم على ألف، أي أن القسم تتوزع على عملي على طرفي الجمع والطرح. يا سلام، إذا القسمة لو كان في المقام عندي عدد، مزاجي كذا، كيف أبى أوزع الألف للباء والألف للجيم أيضا؟ هل يمكن ذلك؟ أيوة يمكن ذلك، صح؟ أيضا الباء الألف هذه لو كان بينهم طرح أقدر أوزع للباء وللجيم. خوارزمية سهلة جدا، صح؟ وين راحت؟ مين كانت عهود أتوقع؟ يلا ما عليك، خوارزمية جدا سهل. لكن شباب أصعب، أصعب عملية أو أصعب يعني شيء في الجبر هي هذه عند الطلاب على فكرة، مع قوة الأستاذ هاي أصعب شيء. أيوة هي دي، هذه أصعب شيء. كيف أصعب شيء؟ أنا أخبرك، انا ما اتكلم عن، انا ما اتكلم لك عن س زائد الاثنين على على اثنين، انتبه، انا ما اتكلم عن دي، اتكلم عن مسائل س تربيع ناقص 2 س زائد 1 تحت الجذر، اتكلم عن ذيلا، هي هذه الكيفيه. بديك انا زين وبحل هذا السؤال، وانا طبعا من باب حسن نيه بقول لك الاثنين تروح مع الاثنين، ليش؟ متشابهات بينهم قسمه، بينهم قسمة ومتشابهات، ليش ما أحذف؟ ليش غلط؟ ليش؟ ليش؟ اثنين واثنين بينهم قسمة، ما يصير، لأنه بينهم جمع. بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الاثنين هذه ما خاصة بالاثنين، هذا عبارة عن ويش؟ هذا عبارة عن عندك أنت حارتين، ركز معي، انت عندك حارتين، عندك طرفين، عندك مقدارين، هذا مقدار وهذا مقدار اخر، الاثنين متوزعه بين الجميع، الاثنين ما خاصه حال هذا الطرف او هذا المقدار اقصد او هذا الحد، وانما ماذا؟ وانما للجميع.
للجميع. فالسين حالة حق من هذا الاثنين، والاثنين حالة حق من هذا الاثنين. فكيف أنت تجرؤ أنك أنت تحذف الاثنين مع الاثنين؟ هذه خطأ، أكبر خطأ يقع فيه الطلاب. ركز فيه، كثير من الطلاب يعانوا مثلا من مشكلة أنهم مثلا ما قادرين مثلا على سبيل المثال أنهم يتصرفوا كيف والله يتخلصوا من الجذر سين الموجودة هنا في الحد الأول. وإنت عندك إني جذر سين بهذا الشكل، أنا ما أعرف أتصرف، إذا شو بسوي؟ بريح نفسي. أكبر خطأ نقع فيه، فعلينا الحذر. ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أنك أنت تتجرأ على حذف مقدار من المقام مع حد من البسط اختياريا بهكذا شكل. الأصل أن يتم توزيع المقدار موجود في المقام على كل حد من حدود البسط، هو هذا الأصل. إذا راح شاركنا الرائع المبدع عبد الله العموري. أيوة عبد الله. 3 سين على 3. أيوة. ناخذ 12 على 3. ليش عبد الله 3 و3؟ خطأ أستاذ. خطأ شباب، خطأ، دي الطريقة خاطئة. إذا هذا الأصل أن نسويها كذا، 3 سين ناقص 12، إذا راح نقول هني على 3 على 3. شكرا لك. طبعا مهما كان تلك الناتج في الأخير كم بيكون هنا؟ ناقص كم يا عبد الله؟ ناقص 4. ناقص 4 هو هذا الناتج في أبسط صورة. شكرا لك. تفضلي يا همس. أيوة. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام، تفضلي. بتكون 6 على 2. إذن راح تكون عندي 6 على 2 ناقص 2 سين على 2. أيوة. و6 على 2 بتكون 3. 3 بينما ناقص هنا ناقص سين. سين. فعلينا أن ننتبه ونحذر، طبعا الجميع عارف هذه القضية، لكن علينا أن نحذر من فكرة الحذف، علينا أن نحذر من هذه الفكرة الخطيرة جدا جدا جدا. خوارزمي أيضا سهل عليكم مدرك هذا الأمر، اللي هي توزيع الضرب على عملية الجمع والطرح. نستطيع إذا كان عندي ألف ضرب باء زائد الجيم، أستطيع بسهولة أن أقوم بتوزيع الألف للحد الأول وللحد الثاني. هكذا أيضا بالنسبة للألف الموجودة في العملية الثانية أقدر أوزعهم، فراح يكون عندي ألف مضروب في باء والألف مضروب في جيم، وإيش اللي بينهم زائد وإيش اللي بينهم ناقص. وطبعا يمكن أن يكون حدا واحدا، حدين، ثلاث حدود، عادي تماما أستطيع أن أدخلهم على راحتي. ونشوفني إسماعيل متألق مبدع بإذن الله. ايوه اسماعيل. هلا استاذي. هيا اسماعيل، الخطوه الاولى نضرب الخمسه داخل القوس. خمسه. أيوة. خمسه في 2 سين، والخمسه في من؟ في 3. سالب 3، اذا راح يكون 5 ضرب 2 سين 10 سين. 10 سين ناقص 15 سين. ناقص 15. الثلاثه 3 ضرب الواحد. اها. الثلاثة ضرب عين على 3. ومن بعد؟ يسد؟ 3 لام. يا سلام، ضرب 3 لام. إذن عندي كم بيكون ناتج يا إسماعيل؟ إذن يكمل علي. علي السؤال التالي راح يكون للطالبات فقط. أيوة علي. طيب أيوة علي. سبب يصير 3. 3 أيوة. 3 ناقص 3 عين على 3. أيوة. 3 عين على 3 اللي هو ضرب، زائد 6 لام. لا لا لا، ضرب 9. 9 لام.
ده التسع لام. طيب ثلاثة على أو ثلاثة ضرب عين على ثلاثة شو بيصير؟ شو بيبقى يا علي؟ وين رحت؟ الظهر راح. ما شاء الله عليهم الشباب يعني سريعين إجابة وبيروحوا. إذا فعلا الثلاثة بيروح مع الثلاثة أو بيروح مع الثلاثة فيكون وش؟ عين زائد التسع لام. هم خايفين من الحسد يمكن، خايفين أن حد يحسدهم كذا إجابة وايد فما يريدوا. إخراج العام المشترك الأكبر، آخر خوارزمية لهذا اليوم، إخراج العام المشترك الأكبر. في الحقيقة إخراج العام المشترك الأكبر هي عكس الإدخال، هنا هي إدخال، وركزت؟ هنا الفكرة هي إدخال العام المشترك، كان عام المشترك دخلناه، بس هنا شو نسوي؟ انطلع، هي هذه الفكرة. بالنسبة للإخراج نحن راح نتوسع فيه، راح ندخل فيه بعمق أو لا، في أساسية أخرى أتوقع بناخذها أو بندمجها لاحقا في أساسية أخرى، الآن بس نركز على الأساسية هذه البسيطة ألا وهي ماذا؟ إخراج العام المشترك الأكبر. فكرة العام المشترك الأكبر، الفكرة طبعا مثل ما نعرف، خلينا نشوف الطالبة شيماء توضح لنا الإخراج كيف تخرج عام مشترك أكبر بين المقادير الموجودة عندها. أيوة شيماء. طيب خلينا نشوف إذا أيوة شيماء. شيماء بين السين صاد عين واثنين سين تربيع صاد، ما هو العام مشترك؟ أولا الأعداد، في عام مشترك؟ لا ما في عام مشترك. السين سين تربيع سين أيوة السين. إذا الأكبر الأصغر واحد، العام مشترك الأصغر نعم، أيوة عام مشترك الأصغر، أنا كنت أتكلم عن قلت الأكبر لا، العام مشترك الأصغر هو السين، أنا السين وسين تربيع، إذا نأخذ السين. سين. إذا راح نأخذ السين بالنسبة لي السين. زين طيب بالنسبة لي الصاد. صاد بعد نأخذ. صاد. بعدين. المتبقي. أيوة نركز بالنسبة لي المتبقي، المتبقي بالنسبة لنا كيف نجيبه؟ من خلال الآن أنا أخذت من هنا سين، شو بقى؟ واحد. واحد راح خلاص. من الصاد تربيع أخذت صاد، وش بقى؟ صاد واحد. صاد واحدة. هنا. اثنين. سين. اثنين موجودة ما أخذتها، السين تربيع أخذت منها سين واحدة عامل مشترك إلى الخارج. بقت سين. الصاد هذه أخذتها بالكامل راحت. راحت يعني راحت. شكرا لك يا مبدعة متألقة. شكرا لك يا شيماء. إذا السين صاد لو أردت إني أدخلها أيضا راح تدخل بنفس الكيفية. ملك عن هذا المقدار من هو العام المشترك الآن بين الأربعة والثمانية؟ أربعة ألف. الأربعة صح؟ أيوة. الأربعة بين الألف. والألف. ألف وبين الباء. مشي جيم. جيم. جيم واحد. جيم واحد. إذن المتبقي هنا عندي با تكعيب. طبعا الأربعة راحت، الألف راحت، الباء تكعيب بقت بالكامل، والجيم راحت راحت عام زائد. الثمانية واحد بس بيبغي اثنين، بقى كم؟ اثنين مو أربعة؟ اثنين. اثنين ليش اثنين؟ لأن أربعة روحت، أربعة ضرب اثنين تعطيني ثمانية. أيوة أحسنتي، لي عملية القسمة، إذا أنا أقوم بالقسمة ما أقوم بالطرح، نركز على هذه النقطة. نقول ثمانية تقسيم الأربعة فيها اثنين، الألف راحت شو بقى؟ واحد. جيم تكعيب، إذا جيم تربيع. ملاك أنت متميزة دائما هكذا، نريدكم أنتم كذلك جميعا. أتمنى أنه يعني الأساسيات البسيطة لليوم أنا أحببت أن احنا نلتقي بكم فيها، اللي هي أساسيات خفيفة جدا، أساسيات القادمة راح تكون أكثر أهمية إن شاء الله. أعزائي الطلاب دفعة يعني الطموح، دفعة الطموح بلا حدود، أرجو أنه نكون فعلا عند هذا الأمل بإذن الله، أن يكون طموحنا دائما بلا حدود إن شاء الله تعالى. أي سؤال أو استفسار متعلق بلقاء اليوم عن الأساسيات هذه، طبعا أنا راح أرسل رزمة من الواجبات
خفيفة إن شاء الله، تدريب بسيط يعني، بحيث إنه تتدربوا في المجموعة، ترسلوا الحلول هنالك في المجموعة. أنا فتحت المجموعة الآن صارت مفتوحة، يستطيع الطالب إنه يسأل يستفسر.